أخيرا وبعد طول انتظار وترقب بدأ مشروع سكر النيل الأبيض إنتاجه التجريبي بعد مشاكل فنية واجهته خلال الفترة الماضية. ويعد المصنع من كبريات المصانع في المنطقتين العربية والأفريقية، وعبر مواطنون عن أملهم في أن يحدث المشروع نقلة نوعية في حياتهم اليومية. ونحن كمواطنين لولاية النيل الأبيض يعتبر إضافة حقيقية، وهو يرفع كاهل المعاناة عن مواطن النيل الأبيض ومواطن الدويم والريف الغربي والريف الشمالي والريف الجنوبي، ويعتبر إضافة حقيقية لكل السودان. جهود رغبية أخرى ظلت تطلع بها قيادات برلمانية بمجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي من خلال وقوفها الميداني على الأقسام الفنية والإدارية والزراعية، ومعرفة آخر الاستعدادات لبداية الإنتاج بالمشروع. فالمصنع الذي تقدر طاقته الإنتاجية القصوى بحوالي 500,000 طن من السكر تكفي لتغطية 40% من حوجة البلاد من سلعة السكر، بالإضافة لإنتاج الإيثانول والكهرباء. ويرى مراقبون أن المشروع يعد إضافة تجارية واستثمارية كبيرة بالولاية. مصنع سكر النيل الأبيض هو من أضخم مصانع السكر في العالم، وهو أضخم مصنع سكر في السودان وأضخم مصنع سكر في أفريقيا، والآن بدأ الإنتاج فيه. نحن حقيقة أتينا لنؤكد للجميع أن هذا المصنع بدأ العمل فيه بصورة حقيقية، وأن هذا المصنع هو أضخم المصانع، والآن معدل الإنتاج في الدقيقة الواحدة عدد 15 جوال زنة 50 كيلو. كثيرون يأملون من الحكومة السودانية الإعلان عن بداية الإنتاج الفعلي للمصنع، خاصة وأن البلاد تحتاج لإنشاء المزيد من المرافق الصناعية الكبيرة. رغم الصعوبات الكبيرة التي لازمته، تبقى الأموال معلقة على الشركة المنفذة للمشروع في الإسراع من وتيرة العمل الدؤوب حتى يدخل المصنع دائرة الإنتاج في غضون الأشهر القليلة القادمة. صديق السيد البشير، الشروق، ولاية النيل الأبيض، من داخل مصنع سكر النيل الأبيض.